هانتوما ها نشوفوا السوق شتي بان لي هنايا الحاولي باقي ما دخلش بزاف هيا صغير انا عندك اختي لعبات خليها نصور هاد اللقطه مزيونه واعره لا ما شاء الله قول بسم الله قول السلام عليكم مقدمه ديالك قول السلام عليكم السلام عليكم بالجد بالجد السلام عليكم اليوم فلوق جديد اليوم عندي لكم معنا نشوفوا الحواله في الفنيدق الثمن ديالهم المهم تكونوا فهمتوا شي حاجه من بنتي المهم قالت لكم اهلا وسهلا بكم طربتي راسك قصحتي طربتي راسك قصحتي المهم لعلكم السلام عليكم كيف نتوما لاباس عليكم مزيانين بخير نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي فيديو جديد اخوتي اليوم غادي نخرجكم معايا للسوق الحاد السوق الحاد السوق ديال الفنيدق ديال السوق ديال الحواله المهم نشوفوا الحواله اول مره غادي نخرج نشوف الحواله صراحه كنسمعوا الغلا ما عرفناش واش الغلا ولا ماشي الغلا غادي نديكم معايا ونشوف واش كاين الغلا ولا ما كاينش والاثمنه وكيف عامل السوق بمدينه الفنيدق اجيو معايا مرحبا بكم واهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو واحد البصيمه باش يطلع الفيديو ياك اميره يلا زيدوا معايا اميره هي الاولى فرحانه تشوف حوالك يلا طلع طلع ما بغيناش نركبوا وقيلة مشى على القمة ها او طاح الليل عاد ماشي حنايا نشوف الحوالة للتذكير اخوتي الناس اللي ما كتعرفش الحولي فين جا في الفنيدق مرحبا بكم الحولي جا في السوق ديال راس لوطا السوق الاسبوعي السوق الكبير اللي هنايا اللي فيه الخضرة المهم جا في راس لوطا مسكين عاد طالع بيا فورس احنا خوتي وصلنا للسوق ايوا دابا ندخلو نضربو دويره في السوق نشوفو الاثمنه ونشوفو شنو كاين واللي بغا القهيوه هنا القهيوه اللي بغا يشرب القهوه شد الباب اميره شد انتي ياك ها انتوما ها نقول لك 400 رخيص هذا ها نشوفوا السوق شتي بان لي هنايا الحولي باقي ما دخلش بزاف يا ياسي قيخاوي ها اجي نشوفوا هذا ياسين هذا هذا تباع هذا تبارك الله ما شاء الله شوفنا الحواله مزيونين هذا دابا باقي ما سقسينا اخوتي حتى نشوفوا شنو هنايا ضربوا دويره في السوق الظلام ها اي نعم مره اخرى كي صغير انا عندك اختي لعبات راه الا ما خليها نصور هاد اللقطه مزيونه واعره لا ما شاء الله قول بسم الله قول قول بسم الله قول ايوا هذا ضمك لي اعتفي وهذا 6000 درهم هذا هذاك ما بيع لك لي مرشومه ياسين هذاك يكون فيها من 450
هذا دابا مثلا فهيطة وهذا مرضي لا ماشي نبدلو من بعد لا والله ما بدلنا لان انا حاجه واحده هادشي اللي معاك كتشري المليح وص حاجه بالعين حاجه ديال الحاجه ديالي تينا كدي حاجه صافي الا بقالك شي حاجه من مثلا نهار 450 الف فرانك 405 درهم اربعه فين هذا هذا احمد منين كي دار 450 450 الف فرانك هذا 2000 درهم 4500 حسيتو في الارض حاول يدخلني في راه دابا بقيت كيقول جوج حمريطه كيف العائله دابا مشي عطيها المهم اخوتي السوق باقي خاوي باقي السوق باقي ما جاش شي باقي ما دخلش الحولي مزيان وكاينين اكثريه هنا الحواله دابا اللي كبارين ابتداء من 4000 درهم وهما طالعين فين هما عند الجديه يلا نضرب شي دوره نشوف شنو تما السوق خاوي باقي فهاد الجهه هادي ديما كيكونوا الحواله ديك الصغارين كيكونوا فهاد الجهه هادي والحق كيكونوا غاليين الحولي صغير كامل غالي هاد الضحك وصافي بحال هذا قرا 450 اه نشوفوا شنو عندهم تما هانتوما الحواله هادو صغارين هادو اللي صغارين كيكونوا غاليين حيت ما عندهمش الربح يبيعوا يعني واخا يردوا راه غادي يعلفوا وفي العام اللي ماجي ان شاء الله غادي يعاود يبيعوا اما ديك الكبارين يعني عن خصهم يبيعوهم صراحه كتلقاه الصغير غالي على الكبير وبالعكس مساكن الدراوش كيبغيو الحولي غير صغير وديكشي كيديو الشحط الدرويش هو اللي كتجي فيه الدقه هانتوما تجدقان شويه كاينين هنايا شوفوا هاد الصغيرين زوينين نشوفوا الاثمنه ديالهم مثلا قد هذا سكوت اميره مثلا غير قد هذاك شحال غيكون الثمن ديالو غير شي واحد هيدا صغير نسقسيوه شحال ايوا خوتي لقينا تما ابتداء من 1500 درهم وانت طالع ممكن جديا هذا كانوا كيجيبوه بحال هيدا بالنسبه لي كيبغي يعيد بالجديه نعاود ومن كل واحد كاين ناس مرادين كيبغيو يعيدوا بهم كاين الناس اللي كيفضلوا الحمد الجديان على اللحم ديال خوتي ما كنسقسيوش كلشي خوتي هنا الحواله كيتعشاو مع راسهم وهذه الجوله ديالنا الحولي باقي ما دخلش بزاف والاثمنه ابتداء من 4000 درهم والحولي الصغير يعني ابتداء من 2000 درهم ايوا خوتي هادشي اللي كاين يعني جينا بالليل ما كيبانش داكشي مزيان حتى شي نهار ونرجع بالنهار ونصور لكم اجي نشوفوا شنو هنايا باقي ما شفناش شي نشوفوا شنو باقي هنا كاينين راهم الحوالة صغارين عاود هنا هما هادو كيقولوا هما صغارين هما هذا عندهم واش كتجابد معايا بنتي ديجي قرب كنبغيو غير نسولو زعما باش نعطيكم فكره ما كنلقاوش اللي يعطينا حتى الاثمنه قبيله تلقينا الراجل ناعس دابا ما لقيناش اللي يعطينا الاثمنه
ايوا صافي اخوتي. المهم انا بغيت نعمل معاكم جوله، بغيت نشارك معاكم الاثمنه كلشي، غنشوفوا شنو كاين عاوتاني هنايا. ها انتم شنو كاين هنايا؟ كاين جديان صغارين، مساكن فيهم النعاس كينعسو بكري يا ياس، كلشي ترخى. هذا عنده قرن ملويين، ملي كنت صغيره كانوا كيعجبوني هاد الحوال هادو اللي عندهم هيدا. شو شو هذا؟ عندك أميرة يعطيك. يا ماما تبارك الله. تاخر شحال الثمن ديالو؟ شحال هذاك اللي كيعطي شحال الثمن ديالو؟ 560 فرانك، 5600 درهم. هانتوما فيها القرون، قرون والهيدورة. زيد لي شي حاجة. الله بالحول نشوفو. واو عجيب. عندك غير يعطيني. إيوا انتما تجي. مالك؟ كتلعبو حيتا ولا؟ موض هذا ما كنتش. أنا أخو فياقتو كان ها فينا. بالحاجة فياقتو بالدق. اجي هيدا عمو اها حشوكه فيها ولا هذا كانت ب 600 ها سيد هذا مرحبا شوف هذا مشى ب 5000 درهم زيو. انتين شوف شوف هذا 5000 درهم مشى. شفتيه؟ واعر. ايوا خوتي صافي سال الفيديو ديالنا، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. ياك اميره فيديو واعر. وصافي اخوتي هادو هما الحواله، باقي ما دخلوش بزاف للسوق، باقي هاد الايام هذه عاد كيبداو داخلين. الصراحه الاثمنه زعما ماشي الغلا بزاف، الشاري باقي ما كاينش. باقي ما كاينش الشاري، واحد الشاري الشراء بالحق تبارك الله. الحاول الحاولي تبارك الله، الحاول كبير شويه في الفيديو، ولكن واخا مزيان 5200 درهم الحاول. حاولي تبارك الله تركب عليه ويزيد بك. الله يلا يا صافي اخوتي، يلا تحياتي لكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. حاولي قد البغل، ياك قد البغل تبارك الله ما شاء الله. حاولي نوضع 40 درهم شكل الاول او الثاني ديال المنتخب الوطني المغربي كيمشي كيطلب المساعد ديالو انه يتهدى يرجع للمكان ديالو. لا